السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كورس مهم جدا لتعليم الأطفال فكرة التعامل مع الكمبيوتر والبرمجة والحاجات دي كلها، تمام؟ بيبدأ معاه من أول خالص، يعني شايف أبسط حاجة إن أنت تذكر نقطة الصفراء، وبعد كده أقول له طب حط دي مكان دي وهكذا، تمام؟ بحاجات سهلة وبسيطة جدا. وبعد كده بيبدأ معاه فكرة البرمجة، مش بيحفظها أكواد بس بيخليه يفهم فكرة البرمجة. يعني مثلا بيقول له حط الصورة دي وحط الصورة دي إيه معايا، وزي ما تشوف زي ما شايف حاجات تفاعليه. طيب سيبك من المستوى دوت، نخش على مستوى الحمد لله خلصت حد دول، بس ما اعرفش ليه دول اللي اختفوا. مثلا تعالى ندخل على البرمجه اهوت، بيقولوا مثلا انت المفروض تمشي من هنا لهنا، وصل لي ده ابن بطوطه ده المفروض يوصل من هنا لهنا، فهيتحرك حركه واحده، فبيفهم فكره البرمجه، تمام؟ وشغل. بعد كده يبقى في مثلا اكتر من انواع حركات وحاجات زي كده. وبعد كده فهم فكرة اللوب، المفروض هو يمشي مرتين، فهو بيقول له امشي مرة كده ومرة كده. يدخل في اللي بعديها، تمام؟ طيب خلينا نشوف مستوى أعلى شوية. مثلا متاهة الجليد، خلينا ناخد بس المستوى دوت، تمام؟ هو المفروض بقى ايه، ينزل مثلا 3 خطوات ويمشي خطوة. هو حط له المره دي الثلاثه دول. طيب ما احنا ممكن بدل ما الثلاثه دول ندي له ايه اللوبس، وندي له واحده بس من هنا اهي، ان هو ينزل. وبعد كده هقول له روح ناحيه الويست، هو بيقول لي انت دول المفروض تمسحهم، مش محتاجينهم. فهي من انواع الجيمفيكيشن، الجيمفيكيشن اللي هي اللعب مع التعليم. يعني انا بعلمه من غير ما اضربه من غير حاجه خالص، لان انا ادي له المعلومات اللي تفيده. فانا مثلا يمشي خطوه وبعد كده يمشي خطوتين، فاقول له اطلع مثلا اب، وبعد كده كرر لي مثلا خطوتين ان هو يروح ناحيه الليست. واحده واحده، حتى لو سبت الطفل لوحده يقدر يلعبها بدون اي مشاكل خالص، ولو انت معايا طبعا هيكون افضل والذ يعني، تمام؟ دي كلها مستويات سهله جدا وبسيطه، في كل مره بيتعلم خطوه.